برضو ان دجلة يمكن الشوط الاولاني كان يعني تقريبا ما عملش غير هجمه واحده اللي شالها الشناوي في كره بعد كده عرضيه ما طلعش في الماتش. والنادي الاهلي برغم ان اتيحت له بعض الفرص الا ان نقدر نقول ان دجله كسب نقطه والنادي الاهلي خسر نقطتين. عمر دجله ما كان يطمع في الماتش بالظبط. دجله اقصى امانيه كان النهارده نتيجه النهارده بس اللي هو التعادل شكله كده. الشوط الاول كره الشناوي، الشوط الثاني مفيش خطوره لدجله، دجله كله بيعمل الشوط الثاني. وده على فكره احنا اثرنا النقطه دي بين الشوطين، العامل البدني بدنيا دجله مش زي نفس كميه الجري والتركيز دايما اللي كانت موجوده في الشوط الاول، وده طبيعي انت بتحاول تجاري النادي الاهلي في كميه الجري. النادي الاهلي من اقوى الانديه بدنيا موجوده من فتره، بدنيا النادي الاهلي ما عندوش مشكله يلعب دقيقه 96 زي ما انت عايز بنفس الريتم ونفس الاداء. حصل التاثر ده لكن يعاب على لعيبه النادي الاهلي الشراسه الهجوميه مش موجوده. يعني احنا كل مباراه بص نتيجه التعادل دي بتحصل طبيعه ممكن تحصل في كره القدم موجوده يعني، لكن جماهير النادي الاهلي واحنا واللعيبه والجهاز فكره ان هو يتعادل المباراه دي مش متقبلها، لكن هي بتحصل. لكن هو الذكاء والصح انت ليه اتعادلت النهارده؟ ممكن زي ما كابتن شيف قال توفيق عبد المنصف في كورتين النهارده ممتاز فيهم، لازم ياخد حقه فعلا امتياز النهارده. كره علي معلول وكره بدر بنون طلعهم حلو قوي 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 رده فعل، حتى لو كره علي معلول في نفس مكانه لكن حساب رده فعل صح مش سهله برده. دي ده دجله، دجله النهارده بالنسبه له ادى المهمه ايمن بنسبه 100% طبعا. تعادل مع النادي الاهلي اخذ نقطه، شكله العام مش وحش مش شكل فريق بيدافع من اول دقيقه لاخر دقيقه لا. الشوط الاول كان بيمسك كوره ليه شكل ليه اداء، طلع الكوره اللي طلعها الشناوي، لكن الشوط الثاني مش هيقدر يجاري النادي الاهلي دي خليها على جنب. لكن انت النهارده بعض اللعيبه مش مستواها الفني العالي زي ما احنا كنا بنتكلم، قلنا النهارده مستر موسيماني بدا بوليد اللي هو وليد مش جاهز فنيا، لكن يحسب لوليد ان هو لحد اخر لحظه بيأدي. أيوة. وانا كنت اتمنى وليد يكمل كنت اتمنى وليد يكمل مباراه وكان هيكملها. أيوة. بعض اللعيبه لسه مش فنيا مش عالي. وعلى فكره انا عايز اقول ان النهارده حتى لو انت عندك غيابات بس انت بتلعب مكانهم الناس نجوم وكل نجم مستني فرصه. هو ممكن شريف قالها كده في سياق الكلام ان لازم كان يستغلوا الفرص، النهارده جات لك فرصه ايمن وعندك غيابات، احنا زمان كنا بنمسك بالظبط انت مستني فرصه لا قدر الله اصابه انذارين او ثلاثه. فانا جات لي فرصه، ليه النهارده الفرصه ما تيجي صح. انا ما استغلش الفرصه فيها. فده يؤخذ على اللاعب مش على المدير الفني صح. لازم النهارده اللعيبه ان هي لقت نفسها في الملعب كانت لازم تأدي احسن من كده بكتير، كان لازم يبقى تركيزها اعلى من كده بكتير، ولازم النهارده كان يقول انا لا انا نجم انا موجود وانا استحق ابقى موجود مكان فلان صح. دي احلى حاجه للمدير الفني. لكن بعض اللعيبه ما استغلتش الفرصه النهارده صحيح. دي اثرت على لعيبه النادي الاهلي زي ما بقول لك الكثافه والشراسه الهجوميه اللي بتاعتك طول المباريات. هات اي مباراه للنادي الاهلي يا ايمن بص على كميه الكرات العرضيه وكميه الانفرادات وكميه التسديدات اللي بتعملها في اي مباراه اي مباراه كبيره صغيره النهارده لا صح. المعدل قليل قوي لان النهارده الريتم الاداء فيه بطء، بطء في التفكير بطء في الحركه والاسوا بطء التفكير. بطء التفكير ده انت لو بتفكر بسرعه هتعرف تلاقي مساحه هتعرف تاخد قرار وبطء القرار النهارده ضيع منك كور كتير قوي. لكن على الجانب الاخر الشق الهجومي اللي لوادي دجله في الشوط الثاني مش موجود فانت أصلاً. مش قلقان حتى لما بتغلط بتعرف تجيب كوره ثانيه بسرعه. النهارده حمدي فتحي مجهود ممتاز في نص الملعب هايل في نص الملعب النهارده صح. علي معلول كالعاده زي ما شريف تفضل وقال عمل كل يعني علي معلول هو علي معلول اللي خلاص الناس متعوده على شكله وادائه كل حاجه. النهارده هو ده علي معلول عادي العادي بتاع عادي معلول أي. لكن في بعض اللعيب دون ذكر اسامي لا كان لازم النهارده يبقى احسن من كده بكتير قوي قوي قوي. فرصه جت كان لازم يستغلوها لكن صح. بتحصل في كره القدم حته انك تتعادل عارف ايمن تفويقه بسيطه أي. انت ممكن تخسر نقاط أي. بس هو زي ما بقول لك الذكاء انت خسرت النهارده ليه هو ده بقى الشغل الشاغل ان شاء الله أي. كابتن عادل ما اتغيرش.